السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء، سعيدة بلقائكم إخواني الأعزاء في فيديو جديد على قناة عقارات أم ملك. اليوم إن شاء الله تنتواجدوا بمنطقة الحي المحمدي الدار البيضاء. كيف ما تتشوفوا هنا كاين الشارع الرئيسي اللي فيه الترامواي. المهم حاولت نعطيكم إطلال على الموقع اللي تتواجد به الشقة. الشقة تتواجد بالطابق الثاني ببلوك تي اللي تتواجد بديور لمان. المهم اخواني بقاو معنا باش تعرفوا معنا ادق التفاصيل. هذا هو الموبل اللي تتواجد به. كيف ما تشوفوا يعني بقى بحرام مصبوغه. هنا الدروج ديال العماره. هذه الفصل الاخر اللي جيت الباركين ديال السيارات. المهم حاولت نعطيكم، راه فيها ثلاثه ديال الواجهات، حاولت نعطيكم اطلال عليها من جميع الواجهات. هي تتواجد بالطابق الثاني. شقة المساحة ديالها 84 متر مربع، ولكن في التيتر كاينة 76 متر لأنهم زايدين فيها شي حاجة. هادو هما الدروج. بالنسبة للموبل راه نقي بحرام عود في الصباغة. هنا فين تتواجد الشقة اللي غادي نقدمو العرض ديالها اليوم إن شاء الله. المهم الشقة راه معروضة للبيع بالأتات، الناس اللي بغاوها بالأتات. كاينين الناس اللي بغاو شقة يدخلوا ويسكنوا، كلشي مصلوح فيها، الكوزينه، الصباغه كما شفتوها بالبلون بالستيكو مرايا وبالخيال. على الدخله تلقاو الصالون اونفاس مع الباب. الاثاث رنقي وجديد كما شفتوا، لي سبوت في البلافون، القبصه هو سامبل. الصالون ما شاء الله راه كبير، فيه جوج ديال النوافذ، عنده ثلاثة د الواجهات. اخواني الشقة راها مشمشة بقى نقية. كاين بعض الاغراض يعني غادي يبقاو عند اصحاب الشقة، يعني شي اغراض قليلة. بالنسبة للفراش راه معروضة للبيع بالفراش. تتباعد على الترامواي على رجليك تقريبا واحد 5 دقائق. الترامواي اللي تيديك العين السبع. المهم الشقة تتواجد منطقة ديور لمان، الحي المحمدي، دار البيضاء. الصالون راه كبير وأنفس مع صالون آخر، هانتوما غتشوفوا معايا كاين فيها جوج صالونات وجوج غرف وكويزين ايكيبي وحمام. الشقة راها كبيرة متولة في الفصالة ديالها ونقية، والأثاث راه كله نقي. هذا هو الصالون اللي توجه أنفس مع الصالون الكبير. الناس المهتمين وجادين بالشراء تواصلوا مباشرة مع صاحب الشقة، الرقم ديالو هو اللي تشوفوا على شاشة الفيديو. الثمن اخواني الكرام هو 70 مليون وقابلة شوية للتفاوض بالأتات. هنايا كاينة غرفة النوم.
هي هذه الغرفة؟ هنايا كاينة غرفة أخرى. فيها تاهي كذلك بلاكار ديال العود، شوك كيف ما تشوفوا. هي كذلك بستيكو مرايه الصباغه ديالها بالبلون. هنايا لا كويزين، هذه رصده جات فوق الدخله ديال الدوش. لا كويزين ايكيبي البلاكارات كلهم بالالومنيوم، راها كبيرة ما شاء الله، وفيها واحد البالكون غتشوفوا معايا، يعني كما شفتوا كل شيء اونكاستري. فيها لاهوت، كويزينيير، فورنو، لا ماشينا لافي. بالنسبه لبعض الاثاث اخواني تنعاود نذكركم، راه غادي ياخذوا مالين الشقه، يعني الناس اللي غادي يكونوا باغيين يشتروها بالاثاث غادي يجيو يتفاهموا مع الناس على الاثاث اللي غادي يبقى فيها والاثاث اللي غادي تتباع بيه، يعني غتكون شي حاجه قليله هي اللي غادي ياخذوا. كيف ما شفتوا لا كويزين كلها بالبلاكارات لتحت والفوق بالالومنيوم بالجري، وهنا كاين بالكون، بالكون سوا كبير. سوا فيه بلاكار بالالومنيوم، فيه الشوفو وحبوله ديال النشير. بالنسبه للشقه عندها ثلاثه الواجهات، سنعود نذكركم اخواني لان الشقه ما شاء الله قليل فتتلقى شقة بثلاثة الواجهات وبهذا الثمن هذا، صيغتو انها بقى نقية ومصلوحة جيدا بسبعين مليون وقابلة للتفاوض. مساحة 84 متر مربع اللي كاينة، ولكن في التيتر 76 متر كاري. وماذا هو المطبخ؟ خديتو فكرة عليه. دابا غادي نمشيو نشوفو الحمام. هنا على الدخله كاين لافابو وكاين بلاصه الدوش ديجا سيباري على الفي سي. المهم كاين سده كذلك فوق الدوش. بالنسبه للدوش فيه نافذه، هنا كاين السده، المهم اخواني تكون وصلنا لنهايه الفيديو، عطيتكم جميع التفاصيل بدون استثناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى الملتقى ان شاء الله.